سيبوه يعلي صوته. يعني انتوا في اثناء الماتشات دي هتسيبوا، هتسمعوا التلفزيون تقريبا مسمع العماره اللي جنبكم، سيبوه سيبوه. ليه؟ عايز اقول لكم سيبوه، لان اولا لو رحتي وطيتي هيبقى في خناقه، فمفيش داعي للخناقه. ثانيا في الفتره دي وهو بيتفرج على الماتش، الرجال يعشقون ان هم يحسوا ان هم جزء من اللي بيحصل، هم في الملعب، فهم لما بيعلوا الصوت حتى في الكافيهات تسمعوه بيعلوا الصوت جامد جدا عشان يحسوا بزعيق الجمهور واللعيبه، ولو في مايكات في حوالين الماتش بتبقى سامع وهو بيخبط الكوره برجل. يعني هو بيحب يعيش الاجواء اللي في الماتش لانه محروم ان هو يروح الماتش، فبالتالي بيعلي التلفزيون. سيبيه يعلي التلفزيون وامرك لله، سماعاتك بقى وايفونك واغاني عمرو دياب. أو فترة لطيفة تعملي فيها تمرينات تنفس، تقري، تصلي، تدعي، يعني في فترة مساحة ليكي كده إن أنت تعملي فيها كل الحاجات اللي ممكن تكوني أنت ما بتعرفيش تعمليها عشان المسؤوليات والمشغوليات و و و يعني لو أنت مالكيش في الكورة خدي أنت أجازة لنفسك، اعملي أنت الحاجات اللي أنت ما بتحبيها. ينفعش أسافر؟ لا ليه؟ ليه تسافري؟ اغير جو يعني، اسيب هو في... الولاد في المدارس، ما هو الولاد هيبقوا قاعدين أيوة معايا. الولاد في المدارس ايوه معايا، وانتي مسؤولة في البيت، يعني هو ما هو موجود في البيت. ماشي اوكي، ما هو أيوة الماتش مش الماتشات مش طول النهار يا سهير، انتي الماتشات الظهر لا او لا، بالليل، وجودك وهو قاعد طول وجودك النهار. المعنوي مهم، حتى انا يا لو هو ستي مش واخد باله ان لا، انتي هو موجودة، معنوي ايه؟ هو وجودك حاسس معنويا بوجودي اصلا؟ مهم. انا لو انا، هل ينفع ان انا اخد اجازه؟ لا ما يعني انا ينفعش، ست ماليش في الكوره، لو انا افترضت ان انا ست ماليش في الكوره، ما وايه عندناش رفاهية إن أنت تاخدي انتوا أجازة دي. عايزيني عشان خاطر انا اقول له شاي لا قهوه ما تقوليش، ده تتغدى يا غلط، قلبي ده غلط. تتغطى يا لا لا عينيا، لا ما تقوليش ده، أنت بتعملي من اولع غير لك ما تقولي. التكييف، اقفل لك التكييف، الكنبه احط لك المخده ورا ظهرك حاجه. التفاصيل دي يا ما تطلبش زي الاهتمام كده، لكن تتعمل، يعني نعمل الحاجات دي من غير أسئلة. وبعدين في الأسئلة ما نسألش أسئلة محرجة. هو في فرق بين إيه الأوفسايد؟ أو هو ليه محمد صلاح ما بيلعبش؟ أو مين يعني لو جوجلت كان يا روحي، جوجلت جوجلت. ما انا مش عايزه ستت يعني، مش عايزاكم تكسروا يتكسر بخاطركم، ما فيش داعي ان احنا نساله اسئله، بس جوجلت اي سؤال انت عايزاه، اصلا هيبقى الاجابه صحيحه 100% وما فيش اي افتاءات. ما انت عارفه الرجاله في الفتره دي يحب ايه، يسيب البصمه بتاعته، اللي هو ليه محمد صلاح مش موجود في الفريق؟ ما هي مصر ما دخلتش، لكن انت شفتي ماتش مصر والاخير ده فريق ما يبقاش موجود في كاس ده العالم، أولاً لكن ده فريق ما يبقاش موجود، اسمعي، وانت وهيبتدي نسمع قصه تانية ملهاش ايوه لازمه. بس